الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ساعة في ايدك كام؟ واحدة. ليه؟ واحنا بنفتح كام؟ 9. ليه؟ هلا هو مش البيبي يشتغل هنا؟ لا انا شريكك في المحل ب10%. هلا يعني عشان ال 10% دي هتبيع وتشتري فيا؟ معقول؟ اما هو باخد كوميسيون 10% على كل بيعة ببيعها. بقول لك ايه، اسره انت كنت فين؟ ما انت عارف ان انا ما بنزلش البيت قبل ما اتفرج على فيلم فيديو. يا راجل فيديو ايه ده، انت كرهتني في الاتاري، حرام عليك يا غريب، مش ممكن. انسى الكلام ده كله وروق معانا، ورانا شغل كتير. حاضر. من عينيا عزوز عزوز. بص يا سيدي، هتاخد الطلبيه دي توضحها من المحل، واخد لبال حضرتك، وتوديها هناك وتجيب فلوس. اوعى تجيب شيكات، هزعل منك. مع السلامة. مع السلامة يا اخويا. انت راجل ايه؟ والله العظيم ثلاثة راجل فاقد. ايه ده؟ قمر يا اخواتي. ولا ست الحسن والجمال. الله عزك. مش هتغير هدومك؟ عزك. انت مش هتلبس ولا ايه؟ البس. البس ايه؟ القعدة هنا احسن. ايه رأيك؟ اللي تشوفه. حبيبي يا عيني، يا عيني يا ليلي، يا مسهر عيني بنهاري وليلي. يا حبيبي يا عيني، يا عيني يا ليلي، يا مسهر عيني بنهاري وليلي. والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك. والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا، اشتقنا لعيونك. بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلو بيطول عمره بنغني عيني يا ليل. بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلو بيطول عمره بنغني عيني يا ليل. المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح، المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة، يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلو بيطول عمره بنغني عيني يا ليل. بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلو بيطول عمره بنغني عيني يا ليل. المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح، المغني حياة الروح يشفي القلب المجروح. يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة، يلا نرقص ونغني ونعيش بأحلى جنة. يلا 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 يا باسم اطبل لي شوية. وانت يا يزبط قسم لي شوية. لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعالي تعالي في حضني تعالي أنا مت خلاص حتى تعالي اسمع داء قلبي يا حرام وريني كده يا عزيزتي وريني اوعى كده ما تلمسنيش الا ما المسكيش ازاي ده انا ما صدقت اني مسكت تعالي هنا بقولك ما تلمسنيش يا رب اموت يا رب بعد الشر عليك يا حبيبتي ليه بتقولي كده انت ندمانه انك اتجوزتي واحد في سن ابوكي لا ما تقولش كده ده انا معاك حاسه بالامان والحنان ده انت فيك حاجات كتير قوي مش ممكن الاقيها في اي شاب من سني امال بتقولي كده ليه لانك على قد ما انت مغرقني بخيرك وفلوسك على قد ما انت بتقعد وبتخلف في وعودك وعود وعود ايه يعني مش فاهم حاجه ابدا يا سلام نسيت العربيه السبورت اللي وعدتني انك هتجيبها لي النهارده في عيد ميلادي ومين قال كده امال ده بقى يعني لا يا حبيبي يا روح قلبي ربنا يخليك ليا يا رب ما يحرمنيش منك ابدا امال بقى لما تشوف المفاجاه الكبيره اللي انا محضرها لك مفاجاه ايه ده في حد يخبط بالشكل ده انا لما اشوف مين ده مين اللي خبط بوليس بوليس عايز ايه حش حش وكان انت عسكري خش هنا انت عسكري خش هنا وبيد القوات سلام بقى ايه في ايه يا حافظ الظابط؟ في ايه يا جبان؟ لما اعمل لك قضيه واديك النيابه هتعرف في ايه؟ قضيه؟ ايوه ايه يا اخويا؟ مفاضل استني في حد تاني غيرك انت ولا فات ده؟ لا مفيش غير انا هو عزه عزه طبعا هي دي المفاجاه عزه عزه اللي محضرها لي؟ ايه في ايه بالظبط انا مش عارف حضرتك اللي استاذ عزت؟ ايوه في ايه؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي ها يا عسكر في ايه؟ طب انا بندم مفيش حاجه بالدار ده امان الدار امان طب خد الشنطه دي وريها لعزت دي معاها عزت دي معاها ما تخافش عزت دي ايه ده يا حضرتك؟ دي المجوهرات اللي حضرتك طلبتها من خواجة عزوز عزوز؟ عزوز ايه ومجوهرات ايه؟ وانت عامل كده ليه؟ انت مين؟ لما انا هشرح لك كل حاجه وحبك يا سعاده تعال عطيه تعال ده عطيه ده عطيه ده خالد احنا مع بعضينا يعني هقول لكم على كل حاجه بالظبط يا سعاده بيه ربنا يخليكم انا كنت بشتغل عند عزوز الجوهري وبعدين هو جايب شنطه المجوهرات مشيت لقيت اتنين ورايا امشي كده يحولوا ورايا اروح كده يحولوا ورايا دخلت انا مع عطيه ده انت راجل فاقر دخلت انا مع عطيه لما دخلنا اسمه بوليس خرجنا من باب تاني ورحنا على الجبل بجدين بتني بتني من ربع انا دفعت 2 جنيه عم حطها دفع ربع جنيه وجينا هنا ولا من شاك ولا من ده انا مش فاهم حاجه خالص بلغ البوليس يا عزت لا يكون حرامي ولا نصاب بوليس مين يا ست انا ما حرام ولا نصاب انا قلت لك انا بشتغل عند عم عزوز الجواهر انت معاك بطاقه مين يا حبيبي بطاقه انا معايا بطاقه بس اعطيت على عضير عادي صوت هيك صوت في جنينه الحيوانات جنب جمل اللي فيك خلاص مظبوط خد يا حبيبتي نقي المجوهرات اللي تعجبك دفعي دم قلبه بابا بسم الله الرحمن الرحيم غريب ايه اللي انت عامله في نفسك ده سيري لوا عليا نعمل لوا انت رايحه فين رايحه الشغل طبعا ادخل بقى احسن بابا زمانه خارج يشوفك كده يقول اكتر عن اللي بيقوله هو بيقول ايه مش عارف بيقول ايه؟ لا مش عارف بيقول ايه؟ بيقول عليك مجنون. انا بحبك يا جميل. وانا كمان. مجنون بيضحك باي باي بقى. مع السلامة. ألف ألف سلامة. مع السلامة. سلامة. ألف سلامة. طب يا حبيبي. ايه ده؟ عمي. لك عملت ايه ده؟ أمال. ما أنت أبو ناصر برضه. مقبولة منك. فاكرني حزن ده انا جبله عملت ايه يا بابا؟ انا اللي هقطعك
50 الو. ايوه الغريب، بقول لك ايه، عملت ايه؟ ايه، سلمت المجوهرات؟ طيب كويس كويس. بقول لك ايه، والفلوس فين؟ معايا في الحفظ والصون. انت ما تعرفنيش. اه، يبقوا 50,000 جنيه كاش ولا ليه 10%؟ احسب بقى، 50,000 جنيه وال10% يبقوا كام؟ لا لا لا، دي معروفة دي، يبقى لك خمساية والمحل 45,000. اسمع، ما تقعدش تقول لي انت ما تعرفنيش ما تعرفنيش. بص، قبل ما تيجي بكرة تعدي على بيت عبده بيه سليمان، تفرج المدام بتاعته على باقي الحاجة اللي معاك وتيجي دغري. بقول لك ايه، انت اللي ما تعرفنيش، فاهم؟ فاهم. والصباح رباح، مع السلامة اخويا. سعيد يا معلم عزوز. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انت جاي بدري النهارده؟ انت ما رحتش لمدام عبد سليمان ولا ايه؟ رحت لها وقالوا لي تعالى بعد الظهر، والدهب كله معايا، اصل النهارده طلع وشكت بنت المعلم زندو. مين يا اخويا؟ المعلم زندو الجزار، انت نسيت ولا ايه؟ اه، المعلم زندو الجزار ده حتى طالب مني حاجات كتير قوي. استنى استنى، ده انا موضبهم له ومريح له المساء تمام وكله تمام اهو، واخد بالك؟ خد الحاجه دي على اللي معاك. اه، على اللي معاك، وصلهم له. خد بالك قوي، ده زبون محترم وصعب، خد بالك يعني، خد بالك منه قوي. حاضر. اول مره اشوف دهب كتير بالشكل. مع السلامه اخويا، مع السلامه. مع السلامه. ايه مالك؟ بقى كل العفش اللي احنا شفناه ده مش عاجبك ولا ايه؟ مش حلو، كل اللي شفناه مش حلو. ده ابويا، قصدي بابا، منقلك اغلى طقم. على العموم يا عريسنا، انا جايب لك احلى حاجه في السوق، ومع كل اللي انت عاوزه هنجيبه لك. مش مهم ان يكون اغلى حاجه. راي يا معلم زندو. شوف مين يا راي. حاضر يا معلم. كنا بنقول ايه؟ مين؟ مين اللي بيكلم؟ مين؟ مالكش دعوة أنت. أنا اللي بسألك، أنت مين وعايز إيه؟ أنا غريب وجاي من خواجة عزوز عشان شركة بنت المعلم زندو. التكنولوجيا وصلت لحد هنا كمان. يا ساتر، مين كان بيكلمني؟ أنا حكيت الهوا ليه؟ مين اللي كان؟ إيه اللي جابك هنا؟ عدو ولا حبيب؟ أنا عارف بس مش قادر سميت برج واحد في الزيت ومشتغل عند المعالم زينو. والله تعال احكي لنا. تعال. المهم الذوق يا معلم، يعني انا قليل الذوق ولا؟ مش الغرض يا معلم. امين يا ابني، ما يفوتش حاجه يا معلم. طب نفوت ايه كمان؟ احسن حاجه اقل منك تفوت. طب وايه ده؟ يطلع ايه ده كمان؟ مكسوبك جريب قطيه سريك عزوز. ومين عزوز ده؟ احنا ناصينه. عزوز الجواهرجي بتاع الشبكه يا معلم. عزوز يا بابا، بتاع الذهب يا بابا. اه، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. يزيد فضلك. لا ده انت ليه بارد اهو. والاحتياط واجب محل اصول الشغل، اصول الشغل يعني، وبالخواجه اصول السجن يا معلم. اهلا وسهلا. ده خطيب بنت جوهره. اهلا يا استاذ جوهره. لا، ده العريس خطيب بنتي جوهره. بنتي. اه جوهره، اهلا يا بابا. انا امين مفتش تموين. تمولنا يا استاذ، قصدي تشرفنا يا استاذ. ودول بقى ولاد حضرتك؟ يا استاذ ما تلخبطش، ده بابا ودي ماما. ازاي؟ امر الله يا اخي. امر الله يا اخي، يعني هتاكلونا ولا ايه؟ الله، وريني ايه معاك. اتفضل. قرب شويه. اه حلوه دي، جميله. ايه رايك؟ لا 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 لا، مش عجباني، وريني. طب هاتين ذاتها دي. خدي. ايوه دي بقى احلى. لا بقى، انت ما شافش الاحلى. هنزلكم.
ازيك يا ماما؟ الحمد لله الحمد لله. شفت بقى عروسه؟ حاجه ايه؟ يعني بنطنطيف ما تلاقوش على اي حد. اهو بصي بصي يا ماما، حاجه حلوه جدا. نبله يا بابا. بصي يا ماما، بصي حاجه يعني تروح بيها القهوه. ايه يعني؟ حاجه بقى، حاجه حلوه قوي. الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. جميل قوي بصراحه. كده بقى مش عجبان انا. لكن عجبني انا، وانا اللي هدفع. انت بتحرجني يا معلم. انا وانت مالك يا اخي؟ ايه حاجه سعالك؟ من شويه العفش مش عاجبك، دلوقتي الشبكه مش عاجباك، ايه كمان بقى اللي مش عاجبك؟ بصراحه بقى انت اللي مش عاجبني. ايه؟ طب قوم يا اخويا بقى، اتفضل خد امك وابوك من هنا. يلا قوم يا واد. يا معلم. ايه؟ ايه هتاكلنا؟ قوم يا اخويا، هتهددني. اقول لكم ايه؟ ايه؟ بلاش منها الجوازه دي خالص. ايه؟ انت بصراحه نسبك يعرف. يلا 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 يا اخويا. طب استاذن انا بعد ما تخلصوا خناق، انا تحت امركم. ايوه خليك معاه، ما تسيبوش، وهاته بعد شويه بعد ما انا اروق الجو. يلا وراه. عينيا يا معلم. بقى كده برضه يا معلم؟ هتستنى برضه يا معلم زندو؟ ما كانش العشم يا معلم. ضغط عليك يا اخي. ما الصلاة على النبي يا جماعه. خلاص يا معلم، حقك عليا انا، وادي راسك اهي. خلاص يا استاذ، حقك عليا، وادي راسك اهي. سيد غريب، سيد غريب. نعم. ابن عمك هو اللي قال. لا ده كان هو اللي عايز يجي. خد الكارت بتاعه ويجي البيت. ده انتوا هتبقوا نسايب يا جدعان، مش كده برضه يا استاذ؟ امال ايه؟ خلاص يا حاجه. معلش يا امين يا ابني، ده زي والدك برضه. شكرا يا حاجه. ماشي يا راجل، ماشي كلامك. خلاص يا معلم. خلاص يا لبن. صافي يا لبن. حليب قشطه. حليب قشطه. خلاص يا فندم. وانا رايح اجيب الجواهرجي، انا خليت الواد عجوه يروح يجيبه. مم. وانا رايح وراه. عن اذنك يا حاجه. ربنا يوفقك. عن اذنك يا استاذ. اهلا اهلا. المسائل بقت عن العيال، وهو عمل كل حاجه. انت عارف كوره انه لما يحط قلبه في حاجه يبقى زي الزبده. هي ايه؟ لا ما فكشتش ولا حاجه. ده انت عارف المعلم عنده فلوس كتير قوي. طلعت كده قوي. اقعد اتلم احسن اضربك، وكمان بتمد ايدك عليا. اقعد اضربك. ايه اللي مش هسيبك؟ ما تختفيش. انا بقول لك اه موتني موتني موتني. يا امين انا هختفي. مش عاوز اسكت. انا اللي اختفي. انت يا معلم. هاي هاي بضربك واضرب بدونك كمان يا حرية الإنسان. تعالى كده اهو. خرب بيتك انت، هتفطست يا جدع انت، وما تلاقيش ابوك وامك ليه؟ هم حلوين اهم. تعالى انا اقف قسما يا عظم ان انا مخلف حياتك. يلا انا بقول عشان خاطر ابوه وامه اللي هم الاطفال دولت، ما يصحش يا معلم. ايه لازم ادخله السجن؟ ما عملتلوش حاجه يا سعاده البير. امال مين اللي عدى بابا في دراعها؟ ده معقول يا سعاده البير؟ عض امه ده بيتبنى عليه. وهيتبنى عليك ليه يا معلم؟ عاوز يتفاهم تور. مع السلامه. انت اسمك ايه يا رب؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي غريب شريك عزوز. نعم ده الجوهرج اللي كان جايب الشبكه البنت يا سعاده البيت. كنت رايح اديهم الشبكه حق المعلم زبون قديم في المحل. طب بما انك لا من دول ولا من دول، تفتكر مين اللي غلطان فيهم؟ دول مين يعني؟ دول مين؟ اهل العريس ولا اهل العروسه؟ لا الشهاده لله، اهل العريس ناس طيبين. كويس. انما اهل العروسه ناس طيبين. طب احكي لي بقى الحكايه بالظبط. شو بقى سعاده البيت؟ ايوه. وانا صغير كنت رايح، كان في شويه عيال بيلعبوا في الشارع. ايوه. وقت فيهم جزمته طارت. طلعت لفوق، دخلت من الشباك، لبست في وشي كده. ايوه. طيب عسكري. احب عليك انا غلبان. انا بياع. انا لا عايز ازعل دول ولا دول ولا دوكها. طب بقول لك ايه؟ نعم. انا مش عايز اشوف وشك كده تاني. مع السلامه يا حبيبي. اتفضل. واحنا سعادة البيه. انتوا اتفضلوا. مع السلامة. شكرا يا بيه. الشيطان يا عجوة، الشيطان النهارده كان مزين المجوهرات اللي لابساها النسوان في رقبتهم. كان متهيألي انتهز فرصة الخناقة دي. واحضن المجوهرات اللي في رقبتهم وايديهم دول بإيديا دي. رقبة ايه وإيد ايه؟ ما كل ده متجمع لك في بؤجة واحدة. بوجة واحدة يعني ايه؟ مش فاهم. شنطة المجوهرات، شنطة المجوهرات بتاعت جواهرجي
من عند المعلم عزوز، غريب قطية، فاكره؟ بقول لك ايه يا عجوة، انا مش عايزك تنطق الكلام ده مرة تانية. انت عارف ان ده زميل عمري، زميل تختة واحدة، ابتدائي واعدادي وثانوي، ده ابن عم يا جدع. بلا ابن عمك بلا ابن خالتك، دي فرصة يا اخويا يا قرني، فرصة لا تعوض. بلاش تخريف بقى. تخريف؟ تخريف ايه يا قرني يا اخويا؟ تقصد ايه بالظبط؟ قصدي شوف يا سيدي، احنا نروح له البيت وناخد الشنطة من غير ما يعرف احنا مين، هيبلغ البوليس، البوليس هيدور على اللي خد الشنطة، لا غريب هيبقى متهم ولا احنا هنبقى حرامية، حد برضه يسرق ابن عمه. عجوة اعمل معروف ابعد عني واطلع من دماغي. يا خسارة على جدعان، يا خسارة على جدعان. جرالك ايه يا معلم يا ابو قلب حديد؟ ايه؟ ايه يا معلم ابو قلب حديد؟ بقيت ورق؟ بقيت قش؟ هقولها تاني، يا خسارة على جدعان. بقول لك ابن عمي يا جدع، ابن عمي، انت ما بتفهمش، ده انت غريب قوي. خلاص يا اخويا خلاص، خلاص، انا هشتغل لحسابي. نعم، تشتغل زي اخويا. بقول لك ايه؟ ما دام انت عامل لي زي التلميذ وقلبك رق وحن، هشتغل لحسابي طبعا. طب احنا هنجيبه منين؟ هو مش تاه مننا بالخناقه؟ هو انا تلميذ؟ امال ده ايه؟ ايه ده؟ كارت ابن عمك غريب، فيه عنوان شغله وعنوان البيت وعنوان كل حاجه واي حاجه احنا عايزينها برضه. بقول لك ايه؟ انا ليه جيري بصراحه يا عجوة. يلا بينا، يلا بينا يا قرن يا حبيبي، يلا بينا ما تضيعش الوقت، يلا بينا. السلام عليكم استاذ غريب. الخواجة عزوز مش فوق. مراح فين؟ تعيش انت. لا يا نهار اسود، وما البنت والبلوى اللي معايا دي هوديها فين؟ الله يرحمك راجل طيب. لا حول الله يا رب، مش هو اللي مات؟ مين؟ قرني مين؟ قرني زميلك، ابن عمك يا جدع، زميل تالتة واحدة. قرني زميلي؟ كلمة سر. كلمة سر؟ سر يا جدع؟ احنا هنحارب. قول لي عمارة. بعمارة ده كنا بنتزوج من المدرسة احنا الاثنين، ونروح نسيبه من عزر الواحدة ومن واحدة الثلاثة. سيما ايه؟ سيما عمارة. انت بايخ صحيح. قرني. قرني. ادخل قرني. ادخل ازاي يا جدع والباب مقفول؟ صح يا قرني. انت صح طول عمرك صح. انا ماشي. ايه يا جدع؟ انت مالك بقيت خوفت ده ليه؟ ده صاحبك؟ اسمك عجوة؟ بتتاكل؟ اتفضل اتفضل. خش يا عاجو، خش. اهلا وسهلا. عامل ايه يا قرن؟ المسؤوليه يا اخويا القتيل اللي معايا ده. قتيل؟ قتيل ايه غريب؟ شنطه المجوهرات دي فيها مجوهرات بربع مليون جنيه. طب وايه يعني؟ ايه يعني فيها ايه؟ فيها حاجه دي؟ هيجي لي لوم ازاي؟ ومعايا البلوى السودا دي. وايه يعني يا جدع؟ هيجرالها ايه؟ وحد هيخطفها يعني؟ طبعا، انت ما تعرفش. ولاد الحرام لما يعرفوا حاجه زي كده هيهجموا عليها زي الديابه ويفترسوها هي وصاحبها. غريب يا اخويا، انت هتقول لي على الحراميه ولاد الحرام؟ ربنا يكفيك شرهم يا غريب يا اخويا. امين يا رب العالمين. ربنا يبعد اداهم عنك وشرهم عنك يا اخويا يا غريب. خليها على الله يا غريب، امال احنا رحنا فين؟ هتعملوا ايه يعني؟ طب بس قوم انت شوف لنا لقمه ناكلها عشان نرجع ايام زمان.
يا سلام يا عجوة، كانت أحلى أيام. كده أمال أنا وأخوك غريب بقى كنا كل يوم نسيبك من المدرسة ونروح السيمة، كل يوم نروح السيمة ونيجي آخر السنة نسقط ولا يهمنا لحد ما الحرام تحت الاثنين. أنا دخلت السجن وهو دخل السيمة. أخش السيمة على طول لغاية دلوقتي، والفيلم الفيلم اللي ما شوفوش أجيبه أتفرج عليه فيديو. يا للدرجة دي؟ أكتر لدرجة إن أنا بوزع البضاعة على طريق الأفلام. واحد اسمه عجوة. ألو فريد، وحشتك بجد، وانت كمان. نتقابل بكرة؟ لا لا لا، بعيد عن البيت احسن بابا يشوفنا. ما تخافيش، على فكرة انا نويت اتجرأ واطلب ايدك من ابوك عشان يبقى رسمي، عشان يبطل يتابع عليا. ليه مش دلوقتي؟ طب هنتفاهم امتى اروحي؟ على كيفك؟ الساعة 2 كويس؟ الساعة 2 كويس. مع السلامة. تغريب. في ايه مالك؟ يا جدع مالك نفض كده ليه؟ في ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ انت مالك يا اخي؟ دي خصوصياتي، وبعدين انا حاسبكم البيت بيتكم، خد راحتك انت وصاحبك، انا مش دوكم، كلم مين؟ ايه؟ فض بيتك. من فضلك الاليسا رباب. طب ثانيه يا فضل. شكرا. ايه اتاخرت ليه؟ ايه حصل حاجة؟ تحاولي بسرعة بس شوفي لنا حتة بعيدة هنا عشان اعرف نتكلم فيها براحتك. لا خديني بس ما تعرفنيش. الله، ايه النور ده؟ وراني وراني انت ما بتشبعش نوبة جدع. لا سيبك من الصبح. صبح ايه؟ ما انا خارج من الصبح وبقينا بعد الظهر اهو. وجنابك نايم نايم نايم. انت مالك يا جدع؟ يا خير بتمالطة ولا خير بتمالطة يعني؟ الله. طب فوق بقى واسمع اللي هقول لك عليه. لا اله الا الله، صبحت بوش مين النهاردة؟ امر لله. قول يا سيد. خدت لك ميعاد مع الراجل الكبير. الراجل الكبير؟ ايوه. ميعاد فين يا عجوة؟ في اللوكاندا اللي بتشتغل فيها رباب، خطيبة غريب. وده بمناسبة ايه يا جدع؟ نروح نفهمه على حكاية الشنطة اللي فيها خيرات الله، وهو يتصرف، مش هو البص يا جدع. مظبوط تمام. طب اتفضل انت بقى وسيبنا نام. انت كنت فين؟ اتأخرت ايه لحد دلوقتي؟ اصله كان في ورطة وكان لازم اساعده. اذا كنت عايزة تساعديه صحيح يا ست هانم يبقى لازم تبلغ عنه فايت المجازين. ليه بس يا بابا؟ ده عاقل جدا. عاقل جدا؟ طب ايه رأيك بقى ان انا قابلته وانا طالع على السلم وهو نازل مع واحد صاحبه وقال لي انه تاب بعد ما خرج من السجن؟ لا يا بابا ده مش هو غريب. ايه؟ مش هو غريب؟ امال يبقى مين يا ست هانم؟ هو غريب. مش هو غريب؟ لا هو غريب. لا بقى، ما انت بالشكل ده تبقي اتعاديتي منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنتوا بتاكلوا؟ اه. طب يا جماعه انا مضطر امشي من هنا وهقعد في اللوكاندا عند خطيبتي عشان احط الشنطه دي في الامانات. ليه كفاله الشر؟ اهو بقى يومين كده بقى بعد اذنكم يعني تتلموا هدومكم وتتكلوا على الله اشوفكم مطرح تاني. براحتك. اللي تشوفه غريب اخويا. تغسل الاطباق قبل ما تمشوا. حاضر. على اذنكم.
مستنيين اكتر من كده الحمام هيطير. حمام ايه يا غبي؟ في ايه؟ فهمه يا قراني اتكلم. شوف يا سيدي، انا ليا ابن عمي مشارك واحد جواهرجي، امبارح خد شنطه مليانه من خيرات الله عشان يوديها لواحد زبون، حصلت مشكله، حب يرجع الشنطه المحل، لقى المحل مقفول عشان ابو شريكه مات، ولسه الشنطه معاه ومحتار يوديها فين. انا قلت نجيبها منه وهتبقى في الحفظ والصون. احكي لي عن الراجل ده. الاسم الاول. سيبكم الكلام الفارغ ده، التفاصيل يا اخويا انت وهو. غريب ابن عم اوراني اتفق مع خطيبته امبارح انه يجيب الشنطه وينزل في الاوتيل ويحط الشنطه في الامانات وزمانه على وصول. يبقى ده جوكر اللي كان ناقصنا عشان تبقى الخطه سليمه 100%. جوكر ايه وقته ايه؟ هو احنا هنا طيشه؟ بص للصوره دي، ده شكل مين؟ ياه ده انت الخلق الناطق. عرفت مين الجوكر يا اوراني؟ ايه اللي عرفت؟ يلا بينا. الله الله، انا مش فاهم حاجه، هو انا مش معاكوا ولا ايه؟ اصل انت غبي. ماشي اقعد يا اوراني. الصوره دي شكل مين؟ شكلك انت. والاسم اللي تحتيها غريب. وانا ابن عمي اسمه ايه؟ ياه ده انا غبي. المخترع ده هينزل في الاوتيل اللي احنا نازلين فيه ده، يبقى نقدر نضرب عصفورين بحجر. شنطة المجوهرات بتاعت ابن عمك وجهاز الاختراع بتاع المخترع. انا عامل جهاز مفبرك زي الجهاز الحقيقي اللي مع المخترع، هنحط ده مكان ده ونطلع احنا بفلوس الاختراع. فهمت يا غبي؟ فهمت. اتفضلوا، ما اشوفش وشكم الا لما تخلص العملية. بس شوف مين وصل. لو سمحت، انا اسمي غريب عطية، في اوضة محجوزة باسمي. الحمد لله على السلامة يا غريب بيه. أهلا. نورت الاوتيل. شكرا. انت غريب بيه مفتاح السويت عشان يطلع يستريح. احنا هنبقى نملى البيانات، ممكن سيادتك تمضي هنا؟ اوي اوي اوي. غريب عطية. لا 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 لا. اديني برنامج النهارده. شكرا. عملت ايه؟ كله تمام. طب مش تفهمني؟ صاحبك ده لو ما سمعش كلامي هلبسه قضيه تزوير. تزوير؟ ازاي؟ البيانات اللي انا كتبتها والبي مضى عليها كلها مصوره. ده انت مصيبه. المهم شويه نسيبه يوضب بنفسه وبعدين نطلع. اللي تشوفه يا عبقري. الو، انا سهى السمان، اديني رئيس التحرير لو سمحت. الو، ايوه يا فندم، العالم المشهور غريب عطيه وصل يا فندم. ايوه، ما انا بتكلم الاوتيل. طبعا طبعا يا فندم، ودي حاجه تفوتني. اوكي اوكي، باي باي. ها صدقت؟ صدقت، بس لازم اعرف كل حاجة عن الاختراع. ما هو طبعا هتعرف كل حاجة، بس نتفق الأول. نتفق على ايه؟ انك تستمر في تمثيل دور العالم،
ايوه ليه المؤاخذه؟ ما انا قلت لك قبل كده هيحصل مؤتمرات صحفيه كتيره وزحمه وانا ما بحبش الحاجات دي. وعايزني انا اتورط فيها؟ ولا ورطه ولا حاجه. الكام يوم اللي جايين دول هتقعد في الاوتيل معزز مكرم على حسابي. وبعد ما تبيع الاختراع بتاعك في نهايه الاسبوع هتاخد 3000 جنيه. وحضرتك بقى بتبقشيش من جيبك ولا من جيبه؟ من جيبه. وانا موافق على 5000 مش 3. طب وليه ده كله؟ ما انا قلت لك انت كده هتريح دماغي من حاجات كتيره قوي. طب ادم هتريح دماغك من حاجات كتيره قوي بحيدك شويه. الو صباح الخير. مين؟ استاذ رأفت؟ انا رباب. انا كنت عايز اسال عن واحد اسمه غريب عطيه، يا ترى وصل ولا لا؟ ايوه وصل ودخل الجناح بتاعه. على فكره يا رباب احنا دخلنا على معدلنا فاضي اوتيل لسكرتير وسكرتيره فوق. سكرتير مين وسكرتيره مين؟ يا استاذ رأفت انا بسال عن غريب عطيه. انت برضو مصمم؟ لا انا بسال بس كنت عايز اعرف اذا كان لقى اوضه ولا لا. يا رباب ما هو حاجز من اسبوع بالفلكس والنهارده وصل من امريكا في معاد. من امريكا؟ لا لا لا. طب انا جاي حالا. رباب انت رايحه فين؟ انا رايحه الاوتيل. رايحه الاوتيل؟ رايحه الاوتيل دلوقتي؟ اصلهم قالوا لي ان الغريب وصل من امريكا دلوقتي حالا ونزل في الاوتيل. ما يعملها هو مش مجنون؟ البنت تظهر اتجننت يا روخ. الاختراع ده بيوفر 40% من البنزين، بعد كده ممكن نستخدمه في الطيران. بجانب توفير البنزين احنا بننقي الجو من عادم السيارات. يا غريب الجهاز ده بيركب خلف الشكمان والعادم بيلف ويدور على الموتور يوم يدوره وبكده بنوفر البنزين. يا غريب خليك معايا. ما انا معاك اهو. انت معايا ازاي وانت قاعد تبص بس وسايبني؟ بس ودي معاك انت اصلك ما تعرفنيش. ممكن تيجي من جنبه خلينا نعرف نتفاهم. اتفضل اتكلم. لازم تعرف كل حاجة عن الاختراع ده عشان المؤتمر الصحفي. هو يعني فهمت حاجة من اللي انت قلته ده معايا حافه من الباقي؟ دي حاجة مهمة جدا. طب اقعد جنب سارة الأول. هو لازم يبقى في حوافز. قول بقى أنا سامعك. قول يا أستاذ قول الاختراع ده بيه. الأستاذ غريب عطية في أوضته؟ آه هو في غرفة رقم كام؟ سويت 618. ميرسي قوي. يا استاذ يا استاذ يا غريب خليك معايا. ما انا معاك اهو. ما تنساش يا غريب اخطر ناس ممكن تقابلهم هم رجال الصحافه. طبعا. وما تنساش برضو ارفض تصوير اي صوره ليك. مفهوم؟ اوكي يا غريب. قول اوكي. يا غريب يا غريب يا غريب خليك معايا. ما انا ممكن ابقى معاك ومعاه انت ما تعرفنيش. انت ازاي تخش من غير استئذان يا نسر؟ لا 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 دي معاها ابونية تخش وقت ما يعجبها. مش فاهم. مش فاهم ايه؟ ممكن بقى تستأذنوا وتفضلوا هات اللعبة دي الحكومة. ايه؟ الحكومة. يلا بينا يا سارة. احنا برضه بنفهم كل حاجة. مين دول؟ دول جماعة كانوا يعرفوا خالتي اما كانت مدمنة. ما لو انت ما تعرفيش. مالك يا سارة؟ خايفة من اللي اسمه غريب ده لا ينكشف. بس ده باين عليه ذكي جدا. بس ايده طويلة. تاني يا سارة؟ تحت امرك. انت ايه رأيك؟ دي حكاية غريبة فعلا. فعلا. بس اللي مضايقني حاجة واحدة. شنطة المجوهرات مش كده؟ لا لا. البنت اللي اسمها سارة لازقة فيا وعايزة تبوسني. افقعها بالقلم تقوم تحرم. انا
انا بقول ابص واخلص منها دي غلبانه. يا سلام، تقوم تعجبها البوسه وتبقى عايزك تبص على طول. على رايك. مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. قصدك ايه؟ ولا حاجه، انا بس عايزك تطمن وتحط بطنك بنطقه صيف. خايف عليك يا غريب. يعني انت بتحبيني يا رباب؟ بموت فيك. طب امال ليه مش بتبصي لي زي بتوع السين؟ ازاي يا بنت؟ انا بقى الاثنين بنحب بعض. عايزك تبص. الو، ايوه، وده وقته تتاخر. اسمع يا غريب، مفيش داعي للدلع. انا عرفت دلوقتي من الريسبشن ان في صحفي كبير جاي يقابلك بكره، مفهوم؟ لا، لما يجي بكره يبقى حلها ربنا. صحفي ايه؟ انا لازم امشي دلوقتي حالا. ومش هشوفك تاني؟ بكره الصبح. انت ناسي ان انا شغاله في الاوتيل وباجي كل يوم؟ صحيح، وهنبقى نشوف بعض كل يوم. باي باي بقى. اسمعنا البنت ساره عايزه تبوسني وهي مش عايزه تبوسني. طلع مش هو. لا يا بابا، ده عالم كبير اخترع اختراع هايل. وايه بقى الاختراع ده ما دام انت عارفه انه هايل؟ اخترع جهاز بيوفر في بنزين العربيات. يوفر في بنزين العربيات؟ ايوه، وبيمنع العادم كمان. الله، طب ما قلتليش ليه امبارح؟ ليه؟ هو الموضوع ده يهم حضرتك قوي كده يعني؟ عجايب يا رباب، يعني انت مش عارفه ان انا نائب مدير عام شركه سيارات، وطبعا يهمها حاجه زي كده. احنا لازم نصدقيه ونشوف ايه حكايه الاختراع ده. مش يمكن الشركه يعجبها الاختراع وتتعاقد عليه وتشتريه منه؟ لا يا بابا، مفيش داعي. ليه؟ الله، ازاي الشركه ما تستفدش من الاختراع ده؟ ازاي الشركه ما تستفدش من مواهب انسان عظيم زي ده؟ البلد كلها لازم تستفيد منه، ده فخر لينا كلنا. تفتكر هينجح؟ اقعدي يا ساره، بلاش قلق. بتلاقى عليه ملزقه كريم. نفسي اعرف مصحيين الساعه 7 الصبح ليه؟ لان الصحفيه جايه الساعه 10. لسه 3 ساعات. تراجع فيهم اللي هتقوله. وكمان الساعه 10 مش ممكن. لكن انا خدت الميعاد. مش شغلي، انا بروح سينما من 10 لواحده، وامبارح ما روحتش. مش مهم. كده هرجع في كلامي. لا 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 لا. ابقى روحي غريب من 3 ل 6. وبسرعة تكون معانا. طبعا يا رورو هاجي. الو الو، لو سمحت ممكن توصلني بسويت 618. الو، مين عاوزه؟ مش فاضي، بيكلميه بعد ما يخلص الحديث الصحفي. مين اللي كان على التليفون؟ مفيش 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 مفيش. يلا بسرعة البس هدومك قبل ما الصحفية تيجي. طيب. أنا مندوبة مجلة. أهلا وسهلا، غريب بيه في انتظار حضرتك، اتفضلي يا فندم. ميرسي. اتفضلي. وصلني بسويت أستاذ غريب لو سمحت، 618. عنده صحفية؟ لا، متشكرة قوي. وحضرتك اتولدت فين؟ قدام باب الجامع. في بيتنا، في البيت. ابويا جاب لهم الدايه في البيت. حاكم ابويا ما يحبش المستشفيات، اصل فيها زفاره المؤاخذه. انا اقصد فين؟ في القاهرة؟ ايوه، في طنطا، في اول القاهرة. اول القاهرة. هو يقصد يعني اتولد في شارع طنطا. في شارع طنطا، وانت داخل القاهرة من الاول كده. طب واتخرجت من مدرسة ايه؟ الصنايع. الصناعية، اللي هو الاسطوات يعني، اللي هم الناس الكويسين يعني. طب ممكن تكلمني عن الاختراع بتاع حضرتك؟ اختراعي؟ اختراعي عبارة عن جهاز صغير، انما دوره خطير جدا. اختراعي بيقوم بتحويل خط سير العدم من خارج موتور السيارة وتحويله إلى داخل موتور السيارة وإعادته إلى مسار دخول السيارة، وهكذا نوفر البنزين من خارج من السيارة وبتحويل العادم الخارج من موتور السيارة. صح يا بيه؟ لو سمحت يا فندم، دي الأستاذ غريب عطية. حاضر.
حصل دي حجره 618. ازاي اقول لك على سر الاختراع؟ ده سؤال نساله صح يا ميزة حضرتك؟ سوري انا اسفه. اسفه ايه وليله ايه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ 2:30 و5 معاد السينما. هو حضرتك بتحب تروح السينما؟ لا قصده تصوير سينما. اصل في مخرج اتفق يعمل معاه انترفيو وينزل في الجريده السينمائيه الاسبوعيه. طب سؤال اخير بسرعه، انت عارفين اسئله، انت ما وراكيش بيت. طب اوكي. الحديث هينزل في طبعه بكره وبعدين نبقى نكمل في يوم تاني ان شاء الله. مع السلامه. اديك عرفت المطرح. مع السلامه. مش هنروح بقى السينما ولا هنرجع في كلامنا زي العيال؟ نورت يا فندم. ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. دي جت عشانكم يا فندم. شكرا. ايوه خليك معايا يا سيدي. ما انا معاك، انت ما تعرفنيش. اسمع يا غريب، جات لنا دعوه لزياره مصنع السيارات بكره الساعه 10 الصبح. برضه الساعه 10؟ مش مهم، دي دعوه مهمه جدا مش لازم نفوتها. طب وعرفوا منين انا هنا؟ مش مهم، المهم دلوقتي ان احنا نسيبك تستريح عشان سهره الليل. يلا يا ساره استريح يا غريب استريح. استريح؟ انت ما تعرفنيش اصلا. الو مساء الخير، لو سمحت ممكن توصلني ب سويت 618 الاستاذ غريب عطيه؟ لسه ما وصلش. الساعه 11:30. لا ابدا، متشكره قوي، مع السلامه. ايوه يا بابا. انت ايه مالك يا حبيبتي؟ انت مش ناوي تنامي الليالي ولا ايه؟ لا هنام طبعا. امال مالك قلقانه كده؟ لا ابدا مفيش حاجه. طيب خشي نامي عشان تستريحي وانا استريح انا كمان. انا عندي بكره زياره مهمه، هيجيني غريب عطيه. هو حضرتك عزمته؟ طبعا، انا يفوتني حاجه زي كده؟ يلا يا حبيبتي خشي نامي عشان تستريح. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل. الو الرباط.
استاذ غريب عطيه رجع؟ طب كويس، ممكن اكلمه؟ سكرتيره؟ طب ممكن اكلم السكرتيره؟ الو غريب ايه؟ نايم دلوقتي؟ نعم، وده وقت تكلميني فيه؟ كنا سهرانين وراجع تعبان وممنوع تحويل المكالمة لأوضته. اتصلي بيه بكرة الظهر. بكرة الظهر؟ غريب مدفوع بقى يا اخويا. ايه انت ما بتظبطش؟ احنا يمين الساعة 4، حرام عليك. ايه السبب يا هاني؟ اتفضلش بيك طريقة بعدها وصحيه. غريب. صباح الخير. صباح الفل. ازيك؟ يلا بقى. يلا بقى ليه؟ ما هنا كويس. لا انا بقول لك على المصنع يا اخي. طب ما انت هتيجي معانا؟ طبعا يا لولو، وانا اقدر اسيبك. ما تروح انت واحنا نيجي معاك على طول. ما نخلصنا بقى يا اخوي. حاضر. يلا بقى غير هدومك بسرعه عشان نروح ونرجع. انت ما تعرفنيش. بسرعه. يلا. يا بابا تطورني، مين العبقري الفذ ده؟ مين يا بابا؟ غريب عطية جارنا. هو حضرتك شفته؟ اه طبعا شفته، قابلني وقابلته وسلم عليا بايده وسلمت عليه. لا وايه؟ صمم ان انا احضر المؤتمر الصحفي اللي هو عامله. حقيقي عبقري. عبقري ولا مجنون؟ لا مجنون ده ايه؟ ده انا بس اللي كنت ظلمه. بس بقى الولد يا ستي كان بيتنكر عشان محدش يعرفه ويخطفوه ويسرقوا منه سر الاختراع بتاعه. حضرتك مقتنع بالكلام اللي بتقوله ده؟ طبعا مقتنع، مقتنع جدا كمان. هو مزمينك قالك ان هو راح سجل الاختراع بتاعه في امريكا؟ عايز عبقريه اكتر من كده بقى؟ بس في الحقيقه انا زعلان من الكرامه. ليه يا بابا؟ ازاي تعرفي عنه كل الحاجات دي وما تقوليليش وتسيبيني ظلمه ورده المدة الطويلة دي كلها؟ ألو؟ أيوة، غريب بيه موجود؟ أنا مريم نور الدين. أصلي أنا عرفت في الجورنال إن غريب بيه وصل وأنا عايزة أشتري الاختراع بتاعه، ممكن أقابله؟ تعال. شكرا. لكن ممكن اعرف حضرتك هتعملي ايه بالاختراع بتاعي؟ انا حصلنا على الاختراع ده وحصلت له لحسابي، ايه راي حضرتك؟ انا موافق. طب كويس، تحبوا نمضي العقد امتى؟ والله في اي وقت حضرتك تحدديه. وانا موافق. انا شايفه بعد بكره كويس عشان الحق يعني اجهز المبلغ. 2 مليون دولار مبلغ مش بسيط يا جماعه. وانا موافق. بس انا ليا شرط. ايوه. يا ترى ايه هو الشرط؟ انا من رايي ان توقيع العقد يبقى في مؤتمر صحفي كبير. وانا موافق. ممكن نعرف ليه يعني؟ ليه يا فندم؟ افتكر انه من حقي اني اعمل دعايه لمشروع انا بدفع فيه مبلغ كبير زي ده. وانا موافق. طب خلاص، يبقى بعد بكره معاد كويس اكون انا رتبت اموري. مع السلامه. مع السلامه. ميرسي قوي قوي قوي. معاد. انا متشكره قوي. فرصه سعيده جدا يا فندم. عن ايه؟ اطمني، ان شاء الله كل شيء تمام. ان شاء الله. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا فندم. انا اسمه شرفته. انا موافق كل حاجه. موافق ايه؟ مفيش حاجه ثانيه عايز تقولها يا جدع؟ انت مش عايز تبيع؟ اه اديني اتفقت لك على بيعه كويسه مع مؤتمر صحفي بعد عاجل. يا غريب انا قلت لك 1000 مره انا لا بحب الدعايه ولا المؤتمرات الصحفيه. مش انا اللي في وش المدفع. على العموم انت حر، اعمل اللي انت عايز تعمله. وعلى فكره بقى، انا باخد في كل بيعه ببيعها 10%، وعشان خاطرك انت هاخد 25%. ليه بقى يا اخوي؟ عشان هاخد من عزوز 30%. يا غريب انت عايز تجنني؟ مين عزوز ده؟ اصلا انت ما تعرفنيش. ايوه يا فايز. السلام عليكم. الله وبركاته. يا نهار اسود. ايه ده؟ ده الباب مفتوح. هو انت صاحب المحل؟
اه طبعا انا صاحب المحل. المحل اتسرق. نعم المحل اتسرق. سرق. طب امسك دي، امسك دي كده. يا الله يخرب بيته، الله يخرب بيته. انا بس اتخرب، انا بس اتخرب مع اول هدايا. المؤتمر الصحفي ده هيكشفنا اكيد، خصوصا ان هيكون في ناس متخصصين. كان ممكن ما توافقش على المؤتمر. مش من حقي يا حبيبتي، المفروض غريب هو العبقري وانا مجرد سكرتير عنده. طب والعمل؟ لو حضرنا المؤتمر ده ممكن ننكشف. يعني ايه؟ ناوي تهرب؟ بيتهيألي. والفلوس؟ احنا عندنا اللي اهم من الفلوس يا حبيبتي. قصدك ايه؟ شنطة المجوهرات يا سارة. بس ده الوصل مع غريب. ما دي بقى شغلتك انت يا حلوة. يعني ايه؟ ما انتش عارفة يعني ايه يا سارة؟ اتفضلي يا شقية الطبيب. الو ايوه سارة. لا 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 مش خارج، ما عنديش مانع نسهر انا وانت، انا وانت لوحدنا من غير الراجل الغيت ده. طب هنسهر فين؟ يا شقي لا اطمن، البروفيسور خد دواء مهدئ للاعصاب ونام. حضر نفسك بقى للمفاجاه يا حلو. ايه ده؟ انا ما طلبتش الحاجات دي. سكرتيرة سعادتك اللي طلبته يا فندم. سكرتيرة سعادتي؟ ايوه يا فندم. تطلب حاجة تانية؟ مش هتكلم. معاك يا فندم. ايه ده يا سارة يا دكتور؟ هي دي بقى المفاجأة يا رورو. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ مش انت لابس دلوقتي ومضب نفسك عشان نطلع نسهر في النايت كلاب؟ نتعشى ونشرب ونتفرج على الرقص والغنى؟ اه ده في الأول وبعدين نيجي هنا. لا بقى، أنا يا حلو اللي هرقص لك وأغني لك. ولا حد هنا يعزم علينا، ولا حد يقول لنا قوموا ناموا كفايه كده. بعد الكلام والدردشه ما في سلام ولا فرفشه. بعد الكلام والدردشه سلام سلام ولا فرفشة. تسمح تقولي ازاي بقى يا احلى الهزار والفرفشة؟ تسمح تقولي ازاي بقى يا احلى الهزار الهزار والفرفشة؟ بعد الكلام استني منك كلمتي همسة واحدة ونظرتي. استني منك كلمتي همسة واحدة ونظرتي. وتسيبني وتروح على فين كل يوم بعد العشاء؟ تسمح تقولي ازاي بقى يا احلى الهزار والفرفشة؟ تسمح تقولي ازاي بقى يا احلى الهزار الهزار والفرفشة؟ بعد الكلام كل مرة توعدني تخلف وترجع تعاندني. كل مرة توعدني تخلف وترجع تعاندني. اكلمك وانت تكدني كل يوم بعد العشاء. تسمح تقولي ازاي بقى يا احلى الهزار الهزار والفرفشة؟
حبك انت وفين؟ تعال قول لي يا نور العين. ازاي حشوفك انت وفين؟ سايبني وحدي ورايح فين؟ كل يوم بعد العشاء تسمح تقول لي ازاي بقى؟ يحلى الهدى انتظام والفرفشة تسمح تقول لي ازاي بقى؟ يحلى الهدى والفرفشة بعد الكلام والدردشة. سويت 618 يا سيدي. الو مين؟ ايه ده؟ انت كنت نايم؟ اها الله يكون في عونك. لا 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 معلش، هو انت ما تخافش عليك، انت عبقري بقى. فوق كده شوية وخد كلم رباب خطيبتك. الو. ايوه يا غريب، وانت اكتر. بكره الصبح كويس الساعة 9 وانت من اهله. ايه ده؟ ايه اللي يملك كده؟ سارة! سارة! الشنطة بتاعتي اللي كانت عندكم سجادير حضرتك خدتها خرجت. خدتها ايه؟ خرجت؟ ايوه خرجت. مش حضرتك اللي بعتها؟ خدت الشنطة وخرجت. يا خرب بيتك يا غريب، شنطة المجوهرة ضاعت. ادي كل الحكاية يا سعادة يا غريب. لولا اني عارف حكايتك كويس كنت قبضت عليك بتهمة انتحال شخصية معروفة. طب والعمل دلوقتي ساعة البيت؟ قبل ما اقول لك ايه العمل، عايز اعرفك على اثنين. يا عسكري تمام يا فندم، هات الاثنين اللي عندك يا فندم. حاضر يا فندم. عايزك تتعرف عليهم. هما دول اللي سرقوا محل المجوهرات. كمان سرقتوا محل عزوز؟ كمان سرقوا محل عزوز؟ دي عملية متوضبة يا غريب. لا ابدا يا بيه، مش عارفة دي مش متوضبة ولا حاجة، دي جت كده بالصدفة. أيوة يا سعادة بيه، صدفة، صدقني صدفة، ما كانش قصدنا يا سعادة بيه. احنا يا سعادة بيه كنا قاعدين في الشقة لقينا المفاتيح قدامنا، ما قدرناش نقاوم لا مؤاخذة. والشيطان شاطر يا سعادة بيه. أيوة الشيطان شاطر يا بيه. الشيطان شاطر. معلش يا بيه. طيب. يا عسكري. تمام يا فندم. خد الاثنين دول عندك يا ابني. حاضر يا بيه. الشيطان هو اتزرق يا بيه. غريب حرامي حرامي، سرقتني حرامي، حرام عليك يا حرامي، خربت بيت الله يخرب بيتك. ايه ما فيش حد غيرك يعمل كده والله انا عارف كده. حضرتك عزوز صاحب محل المجوهرات؟ ابي انا عزوز صاحب محل المجوهرات. تقبض على الحرامي ده يا سعاده البيت، ده سرقني، ضيع ثروتي وفلوسي يا سعاده البيت. يا سيدي ثروتك ما راحتش ولا حاجه، مجوهراتك عندنا في الحفظ والصون. انت بتتكلم جد؟ سمعت. ايوه انا سمعت. اتفضل حضرتك استريح بره شويه. احنا متشكرين يا فاضل. متشكرين. يا غريب عايزك توصل للاوتيل دلوقتي، احنا موظفين كل حاجه، وعايزك تفضل غريب بعطيه المخترع زي ما انت. يعني ما نعملش اي حاجه يا غريب؟ احنا وضبنا كل حاجه، حجزنا اوضه لمدام مريم في الاوتيل بتاعها، وهنزل خبر في الجورنال يقول ان مدام مريم اشترت الاختراع بنص مليون جنيه.
احنا وضبنا كل حاجة. ورايحه على فين؟ مش فاهمني الاول. الواد بعد الاختراع ولعب الفلوس. بعد الاختراع ازاي؟ ما ده اللي محيرني، لكن الظاهر لسه ما اكتشفش ان احنا سرقنا شنطه المجوهرات. طبعا اكيد، لانه لو كان اكتشف كان بلغ البوليس، والبوليس كان بلغ عننا كل الجرايد. ايوه، لكن تعرفي الحظ الظاهر عليه بيخدمنا. قصدك ايه؟ نرجع؟ طبعا، ونحط شنطه المجوهرات مكانها وننهى فلوس الاختراع منه. المجوهرات يا حبيبتي تمنها قل بكتير من المبلغ اللي معاه. ده انت عبقري صحيح. بقول لك ايه؟ تعالي انت تروحي دلوقتي الاوتيل، انا هستنى فوق مش حاجه معاكي. اذا لقيت الجو طبيعي اوعي تتصلي بيا، اما اذا لقيتي في الجو لبش تتصلي بيا على طول وتيجي فريره. مفهوم؟ مفهوم. يبقى بلاش بقى اخد معايا شنطه المجوهرات. يا حلوه، نجس النبض في الاول. مع السلامة انت. بس بقولك ايه، ما تسيبنيش لوحدي وتدبسني زي كل مرة. مع السلامة بقولك. اتفضلي. لسه رباط؟ الراجل وصل. ها؟ ها؟ العبقري وصل. يعني وقع؟ طب خلي بالك انت عبال ما انزل اشوف الموز تحت. استنى هاجي معاك. تعالى. ما بعتوش ليه شلت الهدوم بتاعت الراجل اللي كان هنا؟ بسرعة لو سمحت. غريب، ازيك يا غريب؟ انا كويس. انت كويس؟ اوي. يعني اخبارك تمام؟ الراجل فوق. طيب عن ابنك؟ اتفضلي. ايه في ايه؟ مفيش. مش هي البت دي اللي كانت مع الواد النصاب في اوضتك؟ اصل خالتي ما تعرفنيش. لا ما اعرفش ايه، فهمني. لا 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 لا، والله عاد. يعني تقول لي اسبقيني على هناك وبعدين ابقى حصالك وشوفي لي الجو وبعدين اجي لك هنا؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ما هو انا من حقي ادخل هنا. وبعدين الرب في اليوم اللي مش هيفوت على خير ده. لا يا شيخ، عموما بقى انا فهمت كل حاجه. فهمت ايه؟ عايز تاخد المبلغ كله وتهرب وتسيبني، لكن انا بقى مش هخليك تخرج من هنا بقى بعد ما تعبت معاك التعب ده كله. عايز تسافر العمليه لوحدك؟ ها؟ ما ترد؟ غريب، المخترع وصل دلوقتي حالا. خلي بالك ده في شبه كبير بينه وبين النصاب اللي فوق. رباب تعال. ايه في ايه؟ مش حاسس مع صوتك. الحمد لله على سلامة يا سعد. اهلا وسهلا. انا غريب عطية. اهلا وسهلا. احنا منتظرين حضرتك بفارغ الصبر. اهلا وسهلا. مدام مريم منتظر حضرتك فوق. رباب روح قولي لي امشي. حاضر. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. وحضرتك ناوي تبيع الاختراع لمريم هنا؟ طبعا، امال احنا هنا جايين نعمل ايه؟ ما تستغربش حضرتك ايه اللي حصل يا فندم. ايه اللي حصل؟ واحد انتحل شخصية حضرتك وكان عايز يبيع الاختراع لمريم هانم وصدر لك وش المدفع. وعرفت انه نصاب ازاي؟ ما هو سرق شنطة المجوهرات بتاعتي وهرب. وصلني 910. مريم هانم، احنا مستنيين حضرتك في الريسبشن تحت. بسرعة لو سمحتي. لكن انا لحقت مدام مريم لا يروح من ورانا يمضي معاها الحق، بحكي له على اللي حصل. شيء غريب. وبعدين يا استاذ غريب؟ وانا ومدام مريم بالاتفاق مع البوليس
نشرنا في الجورنال ان مدام مريم اشترت الاختراع ودفعت الفلوس. اه ابني مالك انت؟ مدام مريم نازله حالا. طب روح انت سيبينا لوحدنا دلوقتي. صاحبنا شايف الملعون ازاي؟ جه برجليك جت هنا بس انا ما حسيتوش باي حاجه، بس للاسف للاسف الشديد جه من غير شطه المجوهرات. بس على مين؟ الحمد لله على السلامه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضلوا استريحوا. لسه كنت بحكي له على اللي حصل. كويس قوي قوي. استاذ غريب انا كنت عايز اشتري الاختراع ده. وانا تحت امرك. ومدام مريم مش هتدفع اكتر من مليون دولار. وانا موافق. والعقود جاهزه معايا. مش ناقص غير بس نعرف الرقم اللي احنا هنتفق عليه. اصلك انت ما تعرفهاش وما تعرفنيش. جرى ايه؟ خلاص؟ مش طايقني؟ انا مش فاهمه انت جرى لك ايه؟ خلاص ما بقتش تحبني زي الاول؟ انت مين؟ ها؟ انت مش عقلاني. وحد قال لك ان انا عقلاني؟ اظن ممكن نمضي العروض. والفلوس جاهزه في الشنطه. الحق يا غريب، في واحد فوق منتحل شخصية غريب دي. اتفضل يا فندم. اهلا يا عزلاني. اتفضل. زعلاني ده ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ دكتور انا عايز اشتري الاختراع بتاعك ده باي مبلغ تطلبه. مدام مريم انا قعدت 20 سنه في تعب وشقى لغايه ما توصلت للاختراع ده، لكن عمري ما فكرت ابدا اني ابيعه ولو بفلوس الدنيا دي كلها. جددت ايه؟ اتفضل يا غريب، بس خلي بالك منها كويس. ان شاء الله. غريب